مالك يا فهمي؟ بعت ايه يا ابني بتتكلم عنها؟ مالك يا ابني؟ مش قادر يابا، مش قادر يا ناس، مش قادر. ارجع في البيعه يابا، ردها لاصحابها، قول لهم ابني مش قادر، قول لهم ابني هياخد مراته، ستره وغطاها العمر كله، ويبعد بعيد، يبعد بعيد عن السوق عشان بعد كده لا يتباع ولا يتشارى. يلا يا عواطف، 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 تعالي يا عواطف بلاد الاخر. الله، تعال يا طاهر يا شريف. عواطف انا طلعتها بالثلاثه، يلا قومي بينا، هسيب لهم الدنيا بحالها. عواطف، عواطف، انا عارف انك لسه زعلانه مني، حقك عليا يا عواطف. خليك بعيد يا عبادة، خليك بعيد لأن النار تحرقك. أنا عاوز أقعد معاك شوية. ليه؟ أنا هقول لك كلمتين بعدين هروح لحالي. ما أنت ياما قلت كتير قوي وأنا ما سمعتش، كان خلاص الأوان عدى وفات. زي التوبة والاستغفار ما ينفعوش، والروح خلاص بتطلع، وانا روحي خلاص بتطلع يا عباد. ما انت لسه فيها يا فهم. لا يا عباد، انا روحي خلاص بتطلع. ليه كده؟ ليه؟ ليه اليأس ده؟ الواحد طول ما هو حي ما يقسم رحمة ربنا يا اخي. ربنا رحمني، لكن ابويا اللي اسمه ابويا ما رحمنيش. معلش، الدنيا ما تهددش، يلا. على فين بس يا عبد؟ هنا مش مطرح. بالعكس، ده هنا مطرحي. انت لا مش هرتاح في مكان غير هنا، على الاقل هلاقي حد يتحكم فيه ويقول لي اتجوز دي ولا طلق دي. ربنا ما يرضاش تعيش هنا يا فهم. هيحاسبك تاني يا عبادة، تاني بتقولها هيحاسبني؟ ما انا اتحاسبت في ساعتها، اتحاسبت وانا بهدوم الفرح. طب اهدى بالله كده بس وتعالى، هنشتغل سوا انا وانت. فين؟ في الدكان بتاعي، انا قربت اشطبه خلاص. بلاش الدكان ده، اعمل معروف يا عباده. هنشتغل انا وانت لوحدنا. خليك بعيد عن الحاج، خليك سبح زي ما كنت يا عباده. كل ما الناس تسبح بحمد الله ينوبك حسنه وسواد. خليك بعيد عن فلوس الحاج يا عباده، فلوس الحاجة مرصودة. مرصودة؟ وعواطف قالتها، الطاهرة الشريفة قالتها وما صدقتهاش. قالت لي لو الواد ما جاش مش عايز ياكل من فلوس حرام. انت بتقول ايه يا فهمي؟ وما صدقتهاش يا عبادة، خصمتها. صدق اول مرة في حياتها خصمها يوم ما قالت الحق. عشان خاطري خليك بعيد يا عبادة، انت ابن حلال وصاحبي، خليك سبح زي ما كنت.
مع كل لا إله إلا الله الناس تقولها على سبحتك. بك حسنة وثواب، صدقة ورحمة، صدقة ورحمة للطهر الشريف، صدقة ورحمة للطهر الشريف، صدقة ورحمة للطهر الشريف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قاعد لوحدك ليه يا عباد؟ سيبيني لوحدي شويه يا فوزيه. مالك؟ ما ماليش. مالك يا عباد؟ مش مرتاحه يا فوزيه. خش انت نامي. فهمي تعبان قوي؟ اذا كان تعبان اروح له. لا بلاش. ليه؟ عشان ما تسمعيش اللي سمعته. سمعت ايه؟ ما ترد علي فوزية. ما تخوفنيش يا عبادة. اقول في ايه؟ انا هقلب الدكان سبح. دكان ايه اللي هتقلبه سبح؟ الدكانة بتاعتنا، المعرض. اه يبقى فاهم. اخويا تعبان خالص وبيخرف ومخه طاق، مش كده؟ قالك ايه يا عبادة؟ قال لي خليك في السبح ولا اله الا الله. وانت مش ناقص بتتلكك على شغل الدروشه والمجازيب. فوزيه اتكلمي مع جوزك كويس. كويس ايه ووحش ايه؟ هو انا عارفه اعدل عليك خط ولا اتكلم معاك كلمه؟ انا من يوميها مش مرتاح. ايه قول كده بقى عشان افهم. انت بتقدم رجل وتاخر التانيه ليه؟ وانا اقول يا بيت المعرض مش عاوز يخلص ليه؟ اتاريه كل اللي يعمله النجارين والصنايعيه بالنهار تهده انت بالليل؟ لا عاوز تبقى صاحب معرض ولا عاوز تبقى معلم ولا عاوز تخلص حاجه خالص. ليه يا عباده ليه؟ فاهم اخوك يخوفني. فهمي فهمي اللي ما عادش فيه عقل. يا راجل يا راجل شغل مخك. مش عمك عباس حلها لك من زمان؟ اسمع اسمع ما اقول لك. اذا كنت ناوي تاخد على كلام فهمي روح اقعد معاه وريحني وريح نفسك. ولازم يوسف عباس الضوء يا فندم. لا مش كده يا ولد، تحيه كده. الحمد لله على السلامة يا عريس. ازيك يا دكتور؟ ايه اخبار الاستعداد للمعركة؟ معركة ايه يا دكتور؟ المعركة المقبلة. ما احنا لازم هنحارب. عاوزك يا يوسف تكون وريس هناك. ولا اقول لك يا حضرة الضابط؟ انا تحت امرك يا فندم. احنا بنتكلم بلغة عسكرية اهو. خد بالك نحن خير اجناد الارض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لازم نكون احسن جنود في الدنيا. ان شاء الله يا دكتور. يلا روح اطمن على عمك عباس. تحت امرك يا فندم. فريد يا الواحد ردت فيه الروح يا ابني. ازيك يا بابا؟ اقعد يا حبيبي مع ابوك، اقعد وارتاح. اقعد. منور البيت يا فريد. طول النهار ادعي ربنا يرجعك بالسلامه عشان اتغدى معاك. وحشنا قوي يا ابني. والله وانا كمان يا بابا مشتاق لكم كتير قوي. مين في ريال فراويله؟ تمام يا فندم. ازيك يا حضره الظابط؟ ازيك انت يا فريال؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا حديد. ولعلمكم بقى انا اجدع ظابط في زمايلي هناك، بس مش قبل يوسف طبعا. ها عايز الحق؟ بقول لك ايه، يلا غير هدومك عشان تتغدى. يا انت لسه فاكره الست النظره اللي بتدير شؤون حياتي دايما؟ انتوا عارفين اكتر واحد وحشني هنا مين؟ فهمي. هو ده بقى اللي نفسي اتغدى معاه. فريد ما تطلبوش يا فريد. ليه؟ هو فهمي هيعرف ان انا هنا وهو في المحل ومش هيرضى يجي؟ انا كنت عايز اعدي عليه وانا راجع، بس قلت اغير هدومي الاول. انا هكلمه. فريد فهمي مش في المحل. امال فين؟ الله في ايه يا جماعه؟ مالكم؟
تبقوا زعلتوه. وبعدين فين عواطف؟ انا مش شايف عواطف خالص. يا عواطف، عواطف فريد، فريد لو سمحت تعال هنا. ايه في ايه؟ ما حدش عندك فوق. اه يبقوا سابوا البيت. حضرتك يا بابا اصريت انه لازم اتجوز ليه؟ قلت لك من زمان ما تقلعناش من جدورنا، ما صدقتنيش. هم راحوا فين يا فريال؟ فريد تعال اقعد يا فريد. يا جماعة لازم تقولوا لي راحوا فين، انا ما اقدرش اقعد في البيت هنا من غيرهم بصراحة. فريد اسكت بقى. عواطف ماتت. وفهمي ساب البيت وتاه. عاوز اتكسح معاك. طب وما قلتليش ليه من ساعتها؟ كسفت. وانا اقول يا ربي الخدود الحمراء المورده دي من ايه؟ اكيد من الحب. طلعت غلطان وطلعت من الكسوف. جرى ايه يا حضره الظابط؟ ايه ايه بقى؟ شويه من نفسي بقى، شويه من نفسي احسن هتخنق خلاص. والا عليا النعمه احرمك من الفسحه واديلك حجز خميس وجمعه. لا 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 تمام يا فندم، اوامر جنابك. اذا كان كده يبقى خلاص نتفسح. عندي شرط. نعم، انت هتشرطي من اولها ولا ايه؟ ايوه طبعا. اوامر جناب سعادتك يا فندم. تلبس البدله النيل. ليه؟ اصلا جميل قوي فيها، عاوز الخان كله يشوفك وانت لابسها. يا بنتي ما الخان كله شافني وانا طالع دلوقتي. يشوفك وانت معايا. عاوز احط ايدي في ايدك قدام الناس كلها واقول لهم الراجل الجميل ده اللي اتهمتوا ظلمه كلكم هو اللي بيحميكم ويدافع عنكم. تعرفي يا سرايا، تعرفي انا شخصيا ما صدقتش ان انا بريء من التهمه اللي فاتت دي غير يوم ما انت طلعت لي هنا على السطوح، يوم ما قلت لي حتى لو اعترفت على نفسك وقلت ان انت القاتل انا برضو مش هصدقك. بحبك. بتحبيه بيحبك برضو، مفيش حاجة اسمها خروج سوا. ليه يا أبلة؟ هو كده وخلاص يا أبلة. طب ما أنا طول النهار في المدرسة، ممكن أخرج مع أي حد أو أتفسح معاه في أي وقت. يوم ما يبقى عايز يتجوزني أخاف منه؟ أيوة تخافي منه وتتفزعي وتفزي منه لغاية كتب الكتاب. ولو من غير حاجة خالص، يوسف محدش تايه عني. آه يا أختي كل الناس فاكرة كده. يا أبلة أنت ما كفكيش اللي حصل. أبلة رؤية، يوسف ده ملاك، ده خايف عليا اكتر ما انا خايفه على نفسي. مش راجع يا فريد يا اخي، مش راجع. الله، روح روح ارجع. ولا ابوك فهمي بيقول لك مش راجع. خلاص بلاش يا فهمي، ما ترجعش. امال انت جاي ليا بس يا اخي؟ انا جاي عشان اطمن عليك وادي لك فلوس. خد يا فهمي، اديها الجلاجل، اديها الجلاجل يا تروح. اتفضلي يا ست جلاجل. نشرب القهوة بقى؟ لا يا فريد، القهوة والبطرمان هنا. لا يا فريد. طيب بلاش، نقعد نتكلم مع بعض شوية. يا ريت يا ريت نقدر نقعد مع بعض، بس أنا خلاص ما بقيتش أخوك، انتهيت. كان لازم تقول لا يا فهمي. أقول لا؟ أيوة تقول لا وتقف قصاد بابا وما تخليهوش يجوزك غصب عنك. يا فريد، جاي دلوقتي تقول لي كان لازم تقف وش ابوك وتقول له لا؟ جاي تقول لي بعد خرب مالطة يا اخي؟ كان لازم تقول لا يا فهمي. ما انت ما قلتش في وش ابوك وقلت له لا ليه؟ اذا كنت انت يا متعلم ما قدرتش تقف في وش ابوك وتقول له لا. عايزني انا يا جاهل يا غلبان اقف في وشه واقول له لا؟ لو كنت انت وقفت في وشه وقلت له لا كنت انا قدرت اقولها له، كنت انت حميتني. لكن اخواتنا المتعلمين ما علموناش للاسف غير ان احنا نقول اه وبس. انت مش كنت عاوز تتجوز بنت الملكي؟ هترد؟ انت مش كان نفسك تتجوزها وما قدرتش تقف في وش ابوك تقول له لا؟ اقعد يا فريال مع اخواتك.
كان نفسي فهم يكون معانا، انما ربنا يعفي عنه ويعفي عنا انا كمان. انا هسالكوا سؤال يا اولاد. اتفضل يا بابا. انا ظلمتكوا بصحيح. ظلمتنا ده ايه يا بابا؟ ده انت احسن اب في الدنيا. كلمي عن نفسك لوحدك يا فوزيه. يعني ايه؟ يعني بابا وجه السؤال لينا كلنا مش ليك انت لوحدك، يعني كل واحد يتكلم عن نفسه بس. اتكلم يا فريد. انا ظلمتك يا ابني؟ حرمتني من انسانه بحبها، بس مش مهم، هو اخويا وصاحبي هو اللي خدها. المهم دلوقتي انا قدام فهمي اللي ضيعته، معرفتش اقول لا لبابا فمعرفتش اخد حقي، وفهمي ما قدرش يقول لا هو كمان، انا اللي ضيعت فهمي. لا يا ابني، مش انت، انا السبب. بس مش بايدي، انا بحبكم كلكم زي بعض ونفسي اساعدكم. ما تتكلمي يا فريال، قولي لهم انا عملت ايه عشان تتجوزي يوسف. كلنا عارفين حضرتك عملت ايه يا بابا. وفريد كان نفسي اجوزه احسن بنت في الدنيا، مش عارف ايه اللي حصل. الفلوس كترت مرة واحدة. يا سلام، وانا كنت بعملها لمين يعني؟ مش عشانكو؟ للأسف يا بابا الفلوس ما اسعدتناش. ليه بقى يا اختي؟ انتوا كنتوا فين وبقيتوا فين؟ كنا في خان يوسف وبقينا في الزمالك، بس لما كنا في الخان كنا اسعد بكتير. ودلوقتي مش سعدة؟ ما تتكلمي يا فوقية، ما ترد على اولادك. رجعوني فهمي ورجعوني الخان، اعمله معروف اعمله معروف. وبعدين بقى هو كلام عباس الضوء هيطلع مظبوط ولا ايه؟ هو ده اللي انا كنت عامل حسابه طول عمري. بعدين يا اولاد، بعدين هتعرفوا انا حبيتكم قد ايه وعملت كل اللي اقدر عليه عشان اساعدكم ولا لا. نعم يا حاج. ما حدش يخش ورايا يا سحت. حاضر يا حاج. ديك يا سحت. برقبتي يا حاج. طمن. السلام عليكم يا عم الحاج. اهلا يا منعم، ازيك؟ ربنا يكرمك يا عم الحاج. انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك كده في موضوع مهم، بس بيني وبينك يعني. تعال اركب. تشكر.
الحرب هتقوم يا مرشد. ايه؟ اقول لك الحرب هتقوم. حرب ايه يا دكتور؟ الحرب يا مرشدي. والله ما عارف. ما مصيبة لو ما نعرفش. ايه؟ ما معكش غير الجنيه ده؟ ايوه اهو رضا يا ست مرقية. طب هات وربنا يفرجها بغيره. لا ده انا مش جاي اشيله، انا المرة دي جاي اخد مش ادي. تاخد فلوسك؟ الفلوس والشهادات وكله. ما هي ما ضربتش ولا بانها هتضرب، يبقى ايه لازمتهم بقى ولازمه القعده جنبهم؟ اجيبهم لك يا ابني، ده حقك. اه حقي لو على الحق كان لازم اخد اكتر من كده بكتير، على الاقل كانت ضربت وكسبت البريم. مش عايزه حاجه انسه سرايا قبل ما امشي؟ تشكر يا صوت، لو عوزتك هناديلك. مش هتلاقيني. ليه؟ اصلي ناوي امشي خالص. تروح فين؟ او ده اللي انا مش عارفه. لو اعرف لي حته اروح فيها انا كنت رحت من زمان. خليك قاعد يا صحت، اديك عايش في وسطينا. انا لو حاسس ان انا عايش في وسطيكو ما كنتش فكرت امشي. يلا ملوش لازمه بقى، انا مش هستنى اكتر من كده. الحياه مش ضربه حظ ولا مقامره يا انسه سوريا، لا الحياه حاجه تانية خالص. الحياه زي ما قال امير الشعراء بتاعكو، تؤخذ غلابا بالعافيه بالقوه. وانا كان المفروض ابقى قوي، كان المفروض ابقى الاقوى. عموما هتوحشني يا صاحبي. انا هرجع تاني ما دام هوحشكوا، يبقى اكيد هرجع. بس ما تتخضيش لما ارجع. هتخضي ليه؟ عشان هرجع حاجه كبيره قوي. ما هو يا هرجع حاجه كبيره قوي يا مش هرجع. تعالى يا منى اقعد يا ابني. طلباتك يا حبيبي حقنا. حقكم؟ خلاص قول لي على حقكم وخده. بص يا عم الحاج، ذكرنا ابويا يعني راجل طيب وعلى نياته وبتاع ربنا، انا بقى مش على نياتي. نص الملك ده كله بتاعنا. ملك ايه؟ ملكك يا عم الحاج اللي ابويا سابهولك يوم الرجاله جت من البلد ومعاها الذهب والاثار. اقول تاني يا عم الحاج؟ مين اللي قال لك على حكايه الذهب والاثار دي؟ ابويا هو اللي قال لك تعالى شاركني. يا ريته قال، على الاقل ما كناش نبقى شحاتين. لا وانا ما يرضنيش مانع منكم تبقوا شحاتين. انا ما اتحيلت على ابوك يا ابني عشان يشاركني لحد لساني ما نشف، هو اللي مرضيش. واديني جاي اشارك ومن غير اي محايله. وانا موافق يا منعم، على الاقل تريحني. وتريحنا انت كمان يا عم الحاج. خلاص من النهارده شاور على المحل اللي يعجبك وانا افرشهولك واملاهولك بضاعه. صحيح يا عم الحاج. بس انت بقى يا منعم جيت من الشباك، جيت غلط يا ابني. جاي تهددني عشان فاكر اني سرقتكو؟ لا انا من يوميها وانا مستني حد منكو يجي عشان ياخد نصيبكو. حقك عليا يا عم الحاج، حقك عليا، انا غلطان. وهتقول لابوك انك هتشاركني؟ لو عايزني اقول له هقول له. طب ولو قال لك لا؟ بص يا عم الحاج، انا مش ناوي اخليه يحرم ولادي زي ما حرمنا كلنا. خلاص يبقى تستنى بقى لحد ما تلاقي المحل وتوضبه وتقف فيه عشان يلاقيك صاحب ملك. تمام كده، تشكر عم الحاج. من النهارده تدور على المحل اللي انت عايزه في اي حته تعجبك. ربنا يخليك لينا عم الحاج. ربنا يخليك لي. سلام عليكم. مع السلامه. الله، هو جيب رجليه يا عباس؟ لا ده جه على ركبه.
الحرب هتقوم يا حاج. ايه انت ما سمعتش الراديو كل ساعه والتانيه يقول الحرب هتقوم؟ ما تقوم يا ولية. تقوم؟ ايوه احنا عايزينها تقوم بقى تولع نار. يا راجل فالله ولا فالك تفل من بقك لكده بس يا رب. الله، ما هو لازم كل حي يعرف حده بقى، واللي يضرب الاول ويوجع التاني يبقى هو الشاطر. يا رب تبقى كذب وما تقوم عشان خاطر فريد ابني واللي معاه قادر يا كريم. يا ولية ما تخافيش، ده احنا جامدين قوي قوي. اطفي النور يا اللي فوق. انت يا بنت اللي انت اللي ورا الشباك شايفه، اطفي القمر يا بنت، اطفي اللي هناك، اطفي فوق، انت اللي هناك اطفي النور. مين؟ ما تحاسبهاش اختها انت راخر. انا اللي حاسب؟ ما انت اللي طفيت النور وظلمتها. يعني انا بقيت رهين المحبسين زي ابو العلاء المعري، ضلمه في ضلمه. ربنا يعديها على خير يا شيخ طه. اللي اقول لي يا شرابي، هم هيحاربوا بصحيح؟ انت بتسالني؟ دي عاوزه ظابط اللي يقول لك. هم قالوا لي روح اطفي النور، واديني عمال اقول اطفي النور، لكن حرب مش حرب انا ما اعرفش يا اخويا. هنحارب يا عباس. طب ليه؟ طبيعة الأشياء بتقول إننا لازم نحارب، ميثولوجيا المنطقة بتقول إننا هنحارب. يعني إيه؟ يعني جسمين غربة عن بعض، كل صفاتهم متنافرة مختلفة، لازم ما يتفقوش. يعني باختصار هنحارب يا دكتور. ما احنا من يوم ربنا ما خلقنا واحنا بنحارب، هما بيحاربونا واحنا بنحاربهم ومش هنبطل حرب. ده الواد يوسف هناك. مش دي القضية، يوسف واللي زيه راحوا عشان يحاربوا. امال ايه القضية بس يا دكتور؟ القضية اننا ننتصر، لازم ننتصر يا عباس، وإلا خسرنا كتير قوي. مسألة بالحساب. المسألة دي ملهاش إلا ربنا وأهل البيت. ربنا قال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. يا ترى بقى استعدينا زي ربنا ما قال ولا لا؟ ربنا موجود يا دكتور، ربنا موجود. انت جيت يا سحت؟ لا ده انا ماشي يا دكتور. رايح تحارب؟ يا ريت. وين لحيشك؟ ما عنديش بطاقة، مش محسوب في البلد دي. أنا لو محسوب فيها ولا ليا فيها أنا كنت أول واحد جريت وحاربت. يا رب يا رب ترجع بالسلامة. خايفة عليه يا سرية؟ ماليش حد يغيره خاف عليه. وانتوا يا دوبك مخطوبين؟ بحلم بيه طول عمري. أنا بقى ما كانش حلم، كانت عشرة. ربنا يرجعه ليك بالسلام. بس انا ما اعرفش يوسف فين. ظابط ومعلق الدبور على كتفه وراح يحارب. نمدره البيع اللي راح لبس بدله السجن، لا حارب ولا سطر نفسه. على الاقل انت عارفه هو فين. في الحته اللي قعدت طول عمري احارب عشان ما يروحهاش. لما انت تقعدي تحت وترفعي راسك للسما وتقولي خطيبي ظابط وراح يحارب، ان شاء الله هيرجع لك بالسلام. يا ريت يا بيسا، يبقى لك الحلاوة. اندري حاجة لأهل الله. حاضر، هعمل ليلة لأهل الله. هي ملهاش غير أهل الله، أهل البيت، حاميين الحمى. دلوقتي نعمل حضرة. هتعمل حلقة الذكر يا شيخ طه، وندعي إن ربنا ينصرنا ببركة أهل البيت. أطلق البخور يا عم تولي. وهتعملها بفلوس ولا ببلاش يا شيخ طه؟ يعني ايه؟ دي خدمة وطنية. خدمة الوطنية مش في حلقة ذكر ولا وصلة مديح يا طه. وانا اقدر اعمل ايه غير كده يا دكتور؟ الواحد يعمل الحاجة اللي تفيد بلده. قولوا للناس تعمل ايه ساعة الغار؟
قولوا للناس ان التموين هيشح وبلاش نخزنه. قولوا للناس يعني ايه حرب، يعني لازم نحارب مع اولادنا اللي في الميدان مش بالمديح والانشاد. الله 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 الله، دي بركة اهل البيت يا دكتور. اهل البيت مش محتاجين المديح والذكر، اهل البيت محتاجين اللي يدافع عن الاسلام وارض المسلمين لسلموها لنا امانة. ومش ممكن هندافع ابدا بالاغاني والاناشيد. انت فين يا منعم؟ دخلي كان هنا وفضل قاعد مستنيك لحد الساعة 12 وبعدين قلق ومشي. عاوز ايه؟ قلقان. قولي له ما يقلقش. مش عاوزه يقلق على يوسف، وانت عارف ان الحرب هتقوم. امل ايه الدكان يا سيدة؟ دكان ايه؟ دكان ذهب. ذهب ايه؟ ذهب على كل لون وكل عيار، ذهب والماز وعقيق، البنك في السدر وعليه الميزان، والمعلم منعم الضو قاعد، والكل داخل خارج عليه. ايه ده يا منعم؟ ايه ده ايه؟ ما انت عارفة ان اول واحد في الصنعة دي بعد عمك عباس انا الخبير. مش مسميني في الورش الخبير؟ انت خدت ورشة جديدة؟ ورشة ايه؟ بقولك دكان ملك، دكان ملك وفلوس. منين؟ حقنا. وهو هتقول لخالك لازم زي ما اتفقت مع عم الحاج يبص يلاقيني معلم. ايه ده؟ انت هتشارك الحاج؟ لا، هاخد حقي، هاخد حقي وحق ابويا. بس ابوك ما تنطقيش، ما تطلعليش في المقدر جديد انت كمان. انا ما صدقت ان الراجل جه معايا زي سلاسل الذهب، لا قال لي لا ولا سالني ليه. الراجل شايل حقنا من يوميها، بس خالك بقى غاوي طلعنا شحاتين. ايوه يا اخويا، بس برضه لازم تقول لابوك. هقول له وما قلتلوش هيشوف، هيطوف ويبص ويشوف في جنه ربنا. هعمل لولادي فيلا جنة، هخليك تختار الأرض والمهندسين وتقعدي جنبي. إيه رأيك يا سيدة؟ فيلا وعربية وتبقي جنبي، مرات المعلم، الست هانم. حلوة أوي الست هانم دي. ربنا يسمع منك يا أستا منعم. قصدت إيه؟ معلم، بقولك من هنا ورايح أنا المعلم. خلاص يا أخويا، ربنا يسمع من بقك يا معلم منعم. هيسمع اذا انت بقى سمعت كلامي وما قلتيش لخالك. الغدا يا عم عباس. ها؟ بقول لك يلا عشان تتغدى. صديق فين؟ لازم بيلعب تحت في الشارع. طب يلا اتغدى عبال ما نديك. لا يا بنتي، شيل الاكل. مش هتتغدى؟ ماليش نفس. هتقعد من غير اكل؟ شيليه لحد ما يجي صديق باكل معاه. بتفكر في يوسف يا عم عباس؟ بفكر في الكلام اللي قاله الدكتور امام. مش المهم اننا نحارب، المهم اننا ننتصر. ما هو كلام معقول برضو يا عم عباس. الاعقل منه يا سرية ان ربنا قال لنا نستعد، والرسول واصحابه صابولنا الارض والدين علشان ندافع عنهم بالسلاح مش بالاغاني. اترى احنا استعدينا زي ربنا ما قال، ولا هيحاسبنا علشان ما عرفناش نحارب ولا نحمي الارض والدين؟ اطردوه هنا. ايه دي؟ اطفي يا سعادي، اطفي يا اخويا. سمعتني ولا ما سمعتنيش؟ لما اقول لك اطفي النور تخليها ضلمه جوه. اطفي ولا دي عايزه ضابط رخر؟ ضابط. ايوه كده، لازم تضلمها. خلاص يا حبيبي، هضلمت الشراب. ايوه عشان ترتاح يا اخويا. ارتاح؟ يعني ايه ارتاح؟ ايه ما انتش عارف يعني ايه ترتاح؟ يعني نشفي. نشفت البركة، نشفت وضلمت خلاص يا خير، ما عادش فيها فرح وليالي ملاح ونور ملعلع. ارتحت يا سعالي؟ حد قالك انا كنت تعبان؟ وانت هتتعب ليه يا خير؟ هتتعب ليه؟ ليلاتي سهر ومغنى وسهلنة، ولا كأنه على بالك ولا كأنك في البلد. يا سلام، اهي ضلمت ونشفت زي ما قلت، كتكم الهم في نقكم. ولسه
لسه هتنشف وهتبقى ضلمة كحلة على دماغكم إن شاء الله. الحرب جاي تقوم الصبح وهو سهران لي في الهشك بشك. اطفي النور هناك. ايه ده؟ ولع؟ شرابي ما قالكمش؟ طفي النور يا جدع. نور ايه يا فندي؟ ده سلامة النور. ده فح؟ فح؟ ده لو قطعها طيار كان معدي من قدام باب البيت مش هيشوف، ويمكن يا دوبك يفهم من الريحة بس. ريحة؟ يعني بتديله إشارة بريحة، ما هيشمك يعرف مكانك. كتكم الهم في أيامكم يوم ما شفناكم. هيتلوذ علينا. أنت مش هتنام بقى أمين أفندي؟ لا لا، هي دماغك لفت. ولا دماغي هتلف ليه؟ ما إذا كنت عايزها تلف ما تاخد لك نفسين. أخد لي نفسين؟ لا. احنا في حرب يا امين افندي، هنقعد نشرب شيشه ونشد في انفاس. انا لله دي لازم اكون مصحصح قوي. يا رؤية، رؤية يا ام محمد، في ايه؟ ولعوا اي حاجه عندكم، مش شايف. بيقول لك مش شايف. طب انا اللي بشايف شايف. هو بقى مش شايف ليه؟ بقولك يا صح، ما تيجي نتلم من هنا ونخش جوه عندي احسن بدل اللي يسوى واللي ما سواش. قول لنا طفي النور، شراب زعلان. خلاص براحتك. انت فين؟ انا على البسط يا رؤية. طب اطلع اطلع. اطلع فين بس يا بنتي؟ الله، الدنيا ايه؟ الدنيا ظلام. الله، اطلع ازاي مش شايف؟ الدنيا كحل. الله، وبعدين اطفي اطفي اللمبه دي، شرابي يشوفنا يشيعنا. مش طافية حاجة. اسكتي اسكتي، مالك مقابلاني كده ليه؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي بس يا رؤية، تعالي هفتح الباب، تعالي تعالي، ده انا جوزك معصبة ليه؟ تعالي، ده انا جاي تعبان ومضروب في السوق. تعالي بس، تعالي افتح لي. انت تفتح براحتك، وبعدين بعد كده مادام بترجع في انصاص الليالي تبقى تشيل معاك كبريت. وبعدين معاك الفضفضة، وطي صوتك، الدنيا ليل والصوت بيسري. وبعدين معاك الله، تعالي بس خشي. اخش هنا وها؟ خش بيتك يا رؤية. احنا هنهزر ولا ايه؟ تضحك عليا؟ خش مطرحك يا رؤية، ما تعمليش معايا كده، ما تزعليش، في ناس تحت. الواد السحت ومع امين السجل قاعدين مع بعض بيشموا. بيشموا ايه؟ رجلين بعض. بقول لك ايه؟ بس بقول لك ايه؟ تعالي تعالي، ده احنا في حرب، احنا هنا امان، انت معايا امان، تعالي بس تعالي. لوحدك؟ انا سايبه الواد لوحده. الواد يكبر بس وافهمه اللحظه دي، دي لحظتي لحظتي. ادخلي يا حبيبتي، ادخلي بس، ادخلي. انا عارف ما طفوش النور من زمان ليه. خلاص خلاص، وايه اللي خلاص؟ هتنام؟ انا ما انا نايم من الصبح، انا من يومي وانا من اول ما اتولدت بقوم من النوم بنام تاني، واحب اشوفك. على مهلك، على مهلك، بنام على مهلك. تعال تعال، هتوصلني؟ اه تعال. عارف العنوان؟ اه تمام، تعال بس. فين؟ ايوه بس تعال. ايوه على مهلك، على مهلك. احنا ورانا ايه يا صاحبي؟ بقول لك ايه، أيوة. وانت خارج خد الباب في ايدك وهات الصبح.